العديد من مربي طيور الكناري ضد فكرة إطعام الفراخ يدوياً، ولكن في بعض الظروف يضطرون لإطعام الفراخ. اليوم سأعلمك كيفية تحضير خلطة إطعام الفراخ، عدد المرات التي نطعم فيها الفراخ، متى وكيف نطعمهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، مرحبا بكم، كأني نتمنى تكونوا في صحة جيدة، ثم الأهل ديالكم والطيور ديالكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ندخلوا في المقطع كالعادة أخواني، الشكر جزيل لكم جميعا على اللايك والإعجاب بالفيديوهات، على التعاليق ديالكم الجميلة والمحفزة، على مشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء. وإذا كنت أول مرة كتشوفني وكيعجبك هذا المحتوى، خلينا اشتراك في القناة أو متابعة الصفحة إذا كنت كتشوفني من الفيسبوك. وكيف ما كتلاحظوا معايا، هذا واحد الفرخ وحيد في العش، والعملية اللي قمت بها هي أنني وضعت واحد البيضة بلاستيكية باش الأم ديالو ملي تجي تحضن عليه ما تقومش بالضغط عليه، وبالتالي غادي يكون عندنا مشكل ديال الكساح. راه من بعد غادي نعمل لكم فيديو على هذا الموضوع. ونرجعوا للموضوع ديالنا، هذا الفرخ هذا غادي تراقب في اليوم الأول، إذا ما كانتش الأم ديالو كتقوم بالإطعام ديالو فراه أنت واجب عليك تطعم هذا الفرخ هذا، وإلا غتفقدو. شنو كتعمل؟ أول نهار في المغرب، يعني قبل صلاة المغرب أو لا قبل غروب الشمس أو لا قبل ما كتطفي عليهم الضوء، غادي تمشي تراقب الفرخ وتشوف الحوصلة ديالو. غتشوف الحوصلة ديالو إذا كانت فارغة فرع عليك بتحضير الخلطة. وندوزو نشوفو الطريقة ديال تحضير الخلطة. كتجيب شويش ديال الخلطة اللي كتباع عند محلات بيع مستلزمات الطيور، اللي هي ممكن العديد من الشركات، كتكون على شكل بودرة فحال اللي كتشوفو، وغادي تضيف عليها شويش ديال الماء ساخن. يعني إذا كان ماء معدني غير غتسخنو، إذا كان ماء الصنبور غتقوم بالغليان، يعني ضروري تغلي الماء باش تحيد منه داك الكلور اللي كيكون فيه، وإذا كان فيه شي أدوية أخرى. وغادي تضيفو على الخلطة ديالك. أنا كتعرفو كنستعمل ماء القلة، كنعملو كيسخون واحد شوية وكان جيبو وكنخلط به الخلطة ديالي. اليوم الأول بحال اللي كتشوفوا الخلطة كيخصها تكون تقريبا سائلة بحال اللي كتشوفوا هكذا، وكتبدا خصك بالسياسة والصبر مع الفرخ ديالك. أول حاجة وفي الأيام الأولى هي الأداة اللي كنقوم بالإطعام ديال الفراخ، هي هاد الغلاقة ديال ستيلو بيك، الغلاقة ديال ستيلو أو لا قطعة خشب أو لا هذاك العود ديال الأذنين، كتحيد له القطن وكتجيب وكتبدا تطعم الفرخ. علاش؟ الفرخ راه كياكل نقطه ديال الاكل، راه ما كياكلش بزاف، ياكل غير واحد شويه. شنو كيكون في اليوم الاول؟ كتكون واحد الصعوبه، لانه بعض المرات كيكون ما كيبغيش يفتح الفم ديالو، عليها كنخليوه نهار كامل. الا خليته نهار كامل فراه ما كيوقع له والو، كيكون في البطن ديالو مازال داك البقايا ديال الاكل اللي كان كيتغذى بها داخل البيضه، وكتبدا تقوم بهذه العمليه هذه، كتحاول تطعم الفرخ بشويه بشويه حتى يفتح فمه. ما تدخلوش انت الاكل في الفم ديالو، خصو يفتح فمه وكتعمل له واحد شويش ديال الاكل. كتشوف بدا في الحوصله ديالو بدا كيظهر الاكل، صافي كتردو للام ديالو في هذاك اليوم الاول، وكتبقى بهذه الطريقه هذه. الا شفتي الام ديالو بدات في الاطعام فرا كان بها، الا ما كانتش كتقوم بالاطعام فرا انت غتحمل هذه المسؤوليه هذه وغتبقى تقوم بالاطعام ديالو. الفراخ الصغيره اللي كتكون في اليوم الاول الى اليوم الرابع حتى الخامس كنقوموا بالاطعام ديالها 4 إلى 5 مرات، بين ساعتين الى 3 ساعات من الصباح. 6 نوض في الصباح الباكر، يعني من الساعة يعني مع الشروق على حسب المنطقة اللي انت فيها، ولكن بين 8 و9 صباحا أول وجبة خصك تعطيها للفرخ ديالك. كتعطي له الوجبة الأولانية وكتبدأ 3 ساعات وراها أو 2:30 كتعطي له الوجبة الثانية إلى غروب الشمس، يعني أول وجبة في الساعة في الصباح الباكر وآخر وجبة خصها تكون ضروري مع غروب الشمس، باش في طول الليل كيكون الفرخ واكل. الخلطة المستعملة في المقطع هي الخلطة افنتيا اللي كتباع عند المحلات، وكنستعمل الخلطة ديال سيرينيس ديال شركة بسيتاكيس، هذيك كتعجبني وكتعطيني نتائج احسن من الافنتيا بالنسبة للكناري.
يعني كاين مثلا فراخ او طيور من انواع اخرى فراه كتجيهم ديك الافانتيه مزيانه، ولكن بالنسبه للكرانيه الكناري هذيك السيرينيس كتعطيني نتائج جيده، ما كايناش ما لقيتهاش. دابا راه حنا كنديبانيو بالافانتيه، ومن بعد ما كيوصل العمر ديال الفرخ فوق يعني العمر ديال 5 ايام كنبداو نقصوا من الجرعات، او يعني كنتي كتعطي 5 ديال المرات فراه كتبدا تنقص وتخلي غير 4 ديال المرات. شوف راه بالتجربه ومع الوقت راه انت غتعرف فوقاش كيخصك تقوم باطعام الفرخ، خصوصا الا كنتي يعني كانت الام سمحت فيه وانت غادي تقوم بالاطعام ديالو، او الام ماتت لا قدر الله، راه كاين بزاف ديال الظروف اللي كتخليك تقوم باطعام الفراخ، فراه هنا انت كتبقى تراقب داك الفرخ. اون فوا كتشوف بان الحوصله ديالو راه خوات فراه كتمشي وتبدا تقوم بالاطعام، ومن تما كتعرف تقريبا الوقت واش 2 ساعة واش 3 ساعات غادي تقوم بالاطعام ديال داك الفرخ، وهكذا. ملي كيوصل فوق يعني 5 ايام كترجع 4 ديال المرات، بعد عمر يعني ديال 10 ايام حتى هو كيكون 4 مرات، كنوصلوا يمكن في اليوم 15 يعني عمر 15 يوم غتبقى تعطيه 3 ديال المرات، وخصوصا اذا كان مع الابوين ديالو فراه تما كيبداو كيكونوا بداو كيقوموا بالاطعام هما، وانت كتبقى غير كتعاون في الظروف اللي كتكون الانثى عندها فراخ كثيره، كيكون عندها فوق 3 فراخ فراه تما كتقوم بالاطعام. ملي كيوصل العمر فوق 10 ايام كتبقى تعطي غير 3 ديال الوجبات او لا وجبتين، وحده في الصباح وحده في الليل. العمليه ديال الاطعام اليدوي فراها كتخلي اول حاجه كتخلي الفراخ يكونوا في صحه جيده، والخلطه كتكون فيها مجموع ديال الفيتامين يعني مجموعه من الفيتامينات اللي كيحتاجها الطائر، يعني كل شيء اللي كيحتاجه الطائر بروتينات والكالسيوم يعني جميع الفيتامينات اللي كيحتاجها الطائر فراها كتكون في هذيك الخلطه، يعني فراك انت كتقدم له كل شيء اللي كيحتاج. بهالطريقه فراك يكون في صحه جيده، كيكبر بواحد السرعه كبيره، وبالتالي انت كتفادى تفقد داك الفرخ في ديك الايام الاولى، اولا كتقوم بالاطعام ديالو بغايات الترويض. كاين بزاف ديال الناس اللي كيبغيو يقوموا بالترويض ديال الفراخ الكناري الى اخره. وملي كيكبر الفرخ كيوصل لهذا العمر هذا يعني العمر ديال 8 9 ايام الى 10 ايام، اول حاجه كيخصنا نعملوها هي تنظيف العش، داك اللباده اللي كيكون كتكون داخل العش كنغيروها باش ما يبقاش داك الاوساخ. اول حاجه او اول سبب هو النظافه، لان داك الاوساخ فراه هي كتسبب الامراض للطيور، العديد من الامراض راه كيجيوهم من هذاك الاوساخ سواء الاقفاص او الاعشاش. هنا كنهضروا على الفراخ، كنهضروا على العش، هذيك الاوساخ فراها ممكن تسبب عفوا فطريات في للفراخ، ممكن تسبب الكوكسيديا لهاد الفراخ اذا قاموا بالاكل ديال داك البراز. علاش؟ الفراخ في هاد السن هذا راه كيبداو حتى هما كيبداو يفتشوا ما ياكلوا، وخصوصا الا كان فيهم الشجاع، فراه الا كلاو داك البراز وكلاوه بكثره فراه ممكن يسبب لهم الكوكسيديا. وكاين عاود ممكن تجي حشرات الفاص، لان هي اللي كتجبر الاوساخ، وهذا فراه تما هذاك هو المكان الملائم للتكاثر ديالها. وهنايا ملي كيوصل قلنا العمر ديال 8 9 ايام او 10 ايام كنبدا وكنبدل داك الغلاقه ديال ستيلو، كنبدلها بالابره. علاش؟ لان الابره كتخليني نربح الوقت، علاش هنا الفرخ كيبدا ياكل كميات اكبر، والابره كتسهل عليا الماموريه، خصوصا ملي كيكون العدد كبير ديال الفراخ. هنايا ما كاينش العدد كبير، كاين 2 ديال الفريخات فراه الامور سهله. انتوما اذا كان عندكم فرخ واحد وما عندكش الابره فراه ممكن تقوم بتكمل بداك الغلاقه ديال ستيلو، عندك ابره عاديه ممكن تقوم باطعام الفرخ. علاش؟ هنايا الفراخ هادو فرحنا كننزلوا لهم الاكل في الفم ديالهم، ما كندخلوش الاكل الحوصله. علاش؟ هاد الابره هادي معموله باش دخلها داخل الحوصله ديال الطائر وتعطيه الاكل. هنا هادي كتصلح بزاف في الفراخ يعني اللي كيكون ما كيفتحوش الفم ديالهم، مثلا الفراخ وصلت العمر ديال 10 ايام او ما فوق او اقل، وكتكون الام ديالهم لا قدر الله فقدتيها،
فهاد الحالة هذه الفرخ راه ما غادي يفتحش الفم ديالو، لان كيكون متعود على الابوين ديالو كيوكلوه، وانت غادي تضطر توكل هاد الفرخ. هاد الفرخ هذا خصك تفتح له الفم ديالو وتدخل داك الابره. هاد الابره هذه كتكون مقوسة واحد شوية، كتدخلها حتى الحوصلة ديالو وكتعطيه ياكل بها. وكيف ما كتلاحظوا الفرخ ديالنا وصل لواحد العمر اللي هو متقدم، الريش ديالو اكتمل وقربنا ماشي للفيطام ولكن قرب يخرج من العش. هنايا كتبقى تكمل معاه بهذه الطريقه هذه حتى كيوصل لهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا هنايا. هنايا صافي كيبدا يخرج، كيبدا يخاف شويه، ولكن ملي كيكون فيه الجوع فراه بزز منه غادي يجي ياكل، خصوصا الى تعود عليك، الى ما كانش مع الابوين او مع طيور اخرى. الى بغيتي تقوم بالترويض ديالو فراه خصك تحيدو من الطيور الاخرى. فراه كاين مقطع في القناه الى بغيتو تشوفوا الطريقه ديال الترويض، يعني معلومات حول الترويض ديال فراخ الكناري، رجعوا له، انا غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. وبهذه الطريقه كتكمل حتى كيوصل الفرخ يعني كيخرج من العش، كتعمل له في داك القفص اللي انت عامله، كتخلي له الاكل، غتخلي له الحبوب، غتخلي له حتى الباتي. الى بغيتي يعني بغيتي يتفطم، من الاحسن تدخل معاه شي فرخ اخر يكون يعني تقريبا في نفس العمر، يعني تفطم يكون يلا تفطم عنده مثلا واحد خمسة ايام او اسبوع، ما يكونش العمر اكبر باش ما يكونش واحد الشجار ويتغلبوا عليه او لا يقوموا بالضرب ديال هذا الفرخ هذا. وبهذه الطريقه كتكون كملتي الاطعام اليدوي وهذا الفرخ غادي تفطم ان شاء الله. اخواني ما تنساوش لايك الفيديو، شاركوه مع الاصدقاء ديالكم، تعاليق ديالكم جميله ومحفزه. واذا ما كنتيش مشترك اش كتسنى؟ خلينا اشتراك في القناه او متابعه للصفحه اذا كنتي كتشوفني من فيسبوك. نتمنى نشوفكم في صحه جيده في مقطع قادم ان شاء الله. اخواني السلام.